بين الآن يعني يؤثر على كل جوانب الحياة. بما أنك اتكلمت عن صلاح وتألقه مع ليفربول، عايز أسألك من وجهة نظرك، تنصح صلاح بأنه يكمل مع ليفربول ولا ينتقل لنادي تاني في أوروبا؟ لا أعتقد أن صلاح لديه مشاكل على يعني على مستوى العموم أن في أن يجد أي نادي إن أراد، ولكن إن لعب اليوم لمانشستر أو لليفربول ليوفنتوس لريال لبرشلونة، هو أفضل الأفضل وهو يعلم ذلك، ونحن نعلم ايضا ان على مستوى منافسته ليس فقط على مستوى المحلي، بل انه يتنافس دائما على الالقاب الدوليه والشامبيونز ليج على الخصوص، فهو بالتالي يعني رجل سعيد ماديا ولديه استقرار، ويعني احنا هو يستاهل كل قرش بيدفع فيه، ولكن انا مش عارف هو عايز ايه يعني شخصيا، فسواء غير فريق او لا هو في الاخر افضل لاعب. لا انا اتمنى طبعا ان يفضل في ليفربول، لكن لو حب يغير فريقه عليه ان يختار فريق بجد كبير، وهذا اقتراحي. بشكرك جدا زبان.